الاحجار بقى، انت جبت سيره موضوع الاحجار وده موضوع مهم جدا، ان الاحجار فعلا الطاقه بتاعتها بتاثر علينا لما نلبسها، صح؟ طبعا طبعا. اولا الاحجار هي بتدي بوستيف انرجي عالي جدا. دايما الحجر بيشتغل على خلايا المخ، بيخلي المود بتاع الانسان مود كويس. كل حجر بيشتغل يعني ليه، يعني في سي حاجات كتيره من الاحجار بتشتغل على مناطق معينه في الجسم، في جسم الانسان. اما بالنسبه للحجاره اللي احنا بنشتغل بيها دي، بتبقى حجاره طبيعيه كلها، ما بيهاش حاجه صناعي خالص. احنا ابتدينا نطورها باشكال جديده، حبينا ندخل عليها اكسسوري، بندخل نحاس، بندخل ستانلس، بندخل اشكال جديده بافكار جديده بعبارات جديده تشجيعيه. كل حاجه بتواكب الوقت اللي احنا بنعدي فيه. طبعا باختلاف السوشيال ميديا اللي احنا بقينا موجودين فيها والتطور اللي حاصل. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوصل كل فكره احنا حابين نوصلها لكل ست او لكل بنت بطريقه معينه هي بتحبها. طب قولي لنا بقى مثلا الاحجار، يعني انت شغاله باحجار اسميهم والوانهم متعدده، كل حجر منهم بيعمل ايه؟ في عندنا احجار، عندنا العقيق. اولا الاحجار كتير جدا. تمام. احنا اكتر حاجه بنشتغل بيها اللي بتبقى متاحه عندنا هنا موجوده في مصر، بيبقى موجود العقيق، بيبقى موجود المرجان، بيبقى موجود الحجر كسر الحجر، بيبقى موجود الفيروز، الصدف. الحاجات دي كلها بتدي بوزيتيف انرجي. اوكي. في حاجات بتشتغل على خلايا المخ، بتظبط مود الجسم، وفي حاجات بتشتغل على الالام اللي موجوده في الجسم. حلو قوي. يعني شكل وعلاج. احنا هنا شايفين في الشاشه مجموعه من الاكسسوارات برضو المختلفه اللي انت عاملاها. اكسسوارات انت عامله مثلا طبعاً كوليهات، اساور. طبعا احنا بيبقى الفرايتي عندنا كله. طبعا الفرايتي عندنا كتيره، بتبقى في حاجات مصنعه وفي حاجات احنا بنشتغلها بايدينا. في كل حته بيبقى موجود، كل قطعه احنا بنشتغلها بتبقى القطعه دي بتتعمل مره واحده بس. مش بتتكرر. حلو. بتحبي التميز طبعا. عشان ده هاند ميد، يعني الكلاين بتاعتنا بتبقى ليها حق ان هي تلبس الحاجه لوحدها، محدش يلبسها تاني.